بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس من دروس علم المواريث. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ علاء عامر حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد وبياك. نعم، الله يحييك يا شيخنا. شيخنا، العصبة بالغير، تكلمنا عن هذا الجزء المهم من التعصيب في الحلقة الماضية. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن العصبة مع الغير، وهو النوع الأخير من أنواع التعصيب، العصبة مع الغير. سأقرأ إن شاء الله عز وجل المتن. قال المؤلف حفظه الله تعالى: العصبة مع الغير، وهي مختصة بالأخوات مع البنات، إذا لم يكن معهن أخ ذكر يعصبهن. فإذا ترك الميت بنتا أو بنت ابن وكان له أخت شقيقة أو أخت لأب، أخذت البنت فرضهن من أخذت البنات فرضهن من التركة، ثم أخذت الأخوات ما بقي عصوبة، وتقدم الشقيقات على اللاتي لأب. قال الإمام الرحابي رحمه الله تعالى: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا هو القسم الثالث من أقسام التعصيب من حيث العصبة النسبية. قد مر بنا العصبة بالنفس والعصبة بالغير، وها نحن نصل إلى القسم الثالث وهو العصبة مع الغير. يقول الشيخ حفظه الله: العصبة مع الغير وهي مختصة بالأخوات مع البنات، إذا لم يكن معهن أخ ذكر يعصبهن. فإذا ترك الميت بنتا وبنت ابن وكان له أخت شقيقة أو لأب، أخذت البنات فرضهن من التركة، ثم أخذت الأخوات ما بقي عصوبة. هذا النوع من التعصيب فريد شوي، فريد بمعنى الندرة، وأنه لا يوجد صور لهذا النوع من التعصيب اللي هو العصبة مع الغير إلا هذه الصورة. والأخوات إن تكن بنات، وأصل هذا الأمر إنما جاء في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، أن جماعة ذهبوا لعبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، فسألوه في مسألة، قالوا بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة. فأفتى رضي الله عنه وأرضاه، قال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف، ولم يعطي بنت الابن. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: واسألوا هذا الشيخ، وأشار إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا إليه وقال: سألوه فإنه سيوافقني. فذهبوا إليه فسألوه، فقال ابن مسعود: والله لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما البنت فلها النصف، وأما بنت الابن فلها السدس تكملة للثلثين، وأما الأخت فلها الباقي عصوبة. والحديث هذا ورد بعدة طرق في الرواية والألفاظ. الفائدة التي معنا أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه جعل الأخت عصبة مع البنت، لذلك نقول: والأخوات إن تكن بنات، أي معهن بنات، فهن معهن معصبات. انتبه، أخوات تحتمل الأخت الشقيقة، تحتمل الأخت لأب، البنات تحتمل البنت وبنت الابن،
البنت وبنت الاب. وبنت الاب. نعم. بشرط ليس معهن اخ ذكر. نعم. خلينا ناخذ المساله اخي محمد اللي انت قراتها ناخذها مكتوبه. طيب. والمات عن ايه بقى؟ المساله اللي هو جايبها الشيخ قال ايه؟ فاذا ترك الميت بنتا بنت اهو وكان له اختا شقيقه او اخت لاب تمام فاذا ترك الميت بنتا او بنت ابن أو وكان له اخت شقيقه او اخت لاب اخذت البنات فرضهن من التركه ثم اخذت الاخوات وما بقي عصوبه. هقول بنت واخت شقيقه بس يعني صوره منها. البنت لها النصف لعدم المعصب. ماشي محمد؟ نعم. لازم نكتب كده العدم المعصب المشارك. المشارك تمام. طب الاخت الشقيقه هتاخد ايه؟ لو تبرع طالب علم وقال لي الاخت الشقيقه تاخذ النصف مثلا هي كمان تاخذ النصف اقول له ايه؟ طب نراجع شروط الاستحقاق. شروط الاستحقاق للاخت الشقيقه كام؟ هتاخذ النصف أربعة. الاول عدم المعصب صح مش موجود. عدم المشارك مش موجود. عدم الاصل للوارث الذكر مش صح. عدم الفرع الوارث عندي فرع يبقى لا تستحق ايه؟ النصف فرضا. انما ايه اللي يحصل؟ بناء على فتوى ابن مسعود لما افتى ما ذكرناه فرجعوا الى ابي موسى الاشعري فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم. ترى ابن مسعود موجود ما حد يسالني هو اعلم. افتى ان لها الباقي يعني عين تعصيب. نقول ايه بقى ايه؟ عصب نقول اولى رجل ذكر؟ لا ما ينفعش. نقول ايه؟ عصب مع الغير. الله يفتح عليك المصطلح مع الغير. الغير. طيب عصب مع الغير والمسألة يبقى 2-1-1. المسألة اللي كانت عند ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وابو موسى كانت ايه؟ كانت بنت. بنت ابن اخت. بنت بنت ابن اخت شقيقه. ابو موسى رضي الله عنه وارضاه عمل ايه؟ قال النصف هنا والنصف هنا بس. ابن مسعود وضع عباره دقيقه قال لاقضين بينكم بكتاب الله. بكتاب الله او بقضاء رسول الله. اذا ده كلام هو ابن مسعود مش بيجيب من عندياته. ابن مسعود ليست محل اجتهاد عنده انما هو رآها او سمعها او حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بقضاء رسول الله. قال هي لها النصف وادي السدس من الثلثين وادي الباقي تعصيبا. ونقول البنت شوت كذا كذا بنت كذا ودي ايه؟ عصب مع الغير. واضح معنى كده؟ والمساله من 6-3-1-2. واضح معنى كده؟ دي مساله اللي طلعنا منها عصب بالغير وملهاش صور كتير. هي منحصرة في مين؟ وجود البنت مع الأخت الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنت. البنات. البنات سواء كانوا بنات صلبيات أو بنات ابن أو أخوات شقيقات أو أخوات لأب. بس ما عنديش إيه بقى أخ محمد؟ مش محدش يغلط. خلي بالكم معايا. أنا أقول بنات أو بنات ابن أو بنات ابن ابن أو بنات ابن 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 مهما نزلت محض الذكورة اتفقنا. طب عند الأخوات أقول أخوات شقيقات أو أخوات الأب. طب أبناء الأخوات الشقيقات لا يرثون. أبناء الأخوات الأب لا لا يدخلون في هذه القاعدة. الله يفتح عليك مش داخلين معانا. مش داخلين يعني لو يوجد معانا ابن أخ لأب لا ده أمر يختلف تماما عن ما نحن فيه. واضح معانا كده؟ جميل جدا. لذلك قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم فضل. طيب هنا سيتكلم عن العصبة السببية. يعني انتقلنا للقسم الثاني في التعصيب. القسم الأول عصبة النسبية قسمناها إلى 3 وانتهينا منها. الآن العصبة بقى إيه؟ السببية. طيب التي تأتي بسبب اللي هو الرق والولاء. طيب كان عندي رجاء من فضلتك إن احنا يعني نلخص يعني مرة أخرى ما قلناه على العصبة بالنفس يعني والعصبة بالغير والعصبة مع الغير تلخيصا سريعا حتى يعني من التكرار بيتعلم الايه؟ يعني انت حضرتك عاوز نعمل ايجاز. نعم نقول ايجاز باختصار يا اخوانا العصبة نوعان عصبة نسبية عصبة سببية. نعم هنتكلم في النسبية. النسبية كام؟
ثلاثة، بالنفس بالغير مع الغير. نعم. بالنفس بالغير مع الغير. نعم. إيه اللي بالنفس؟ كل ذكر حسيب لم يدخل في نسبته الميت أنثى. هذا الضابط يشمل جميع الورثة الذكور عدا ثلاثة، الأخر أم، الزوجة، الزوج فقط لا غير، و المعتق. والمعتق الله يفتح عليك. يبقى معنا كام؟ 12 واحد. ال 12 دول عاصها بنفسي. طيب العاصها بالغير هن ذوات النصف او ذوات الثلثين مع اخ لهن ذكر. العاصها مع الغير هي نتكلم في اليوم الاخوات مع البنات. تمام. احكام العاصها بالنفس ياخذ جميع المرء فرض. تمام. طب ان وجد معه اصحاب فروض ياخذون فروضهم وما بقي فهو لا. نعم. إن حاز أصحاب الفروض على كل المال يخرج الصفر لدين عدا الابن وعدا الأب أو الجد. نعم. طب إن وجد أكثر من صاحب عصى بنفس مسألة تزاحمه نقدم حسب الجهة، فإن استوت الجهة نقدم حسب القرب، فإن استوت الجهة والقرب نقدم حسب القوة. نعم. فكذا. نعم. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلاء. نعم. فاكر الكلام ده كده؟ طيب خلاص. العصبة مع بالغير فيه أن الأنثى تأخذ نصف نصيب معصبها. ده حكمها. طيب ذكرنا فيها البنات؟ لا، ذكرنا فيها أن الأخت الشقيقة لا يعصبها الأخ لأب. وأن الأخت لأب لا يعصبها الأخ الشقيق. خلاص هذا مر معنا فيما مضى وانتهينا منه. طيب العصبة اليوم اللي عصبة بالنفس، العصبة مع الغير مع. وانتبه ان الحرف هذا مع، لان كان معنا فيما مضى عصب بالغير. بي الباء دي قد تكون باء المعونة مساعدة، بيساعدوا بعض. نعم. علشان يوصل لك هنا، هنا عصب مع الغير. يعني كأن في تساوي بين الكفتين، لان هذه انثى وهذه انثى. نعم. إن اجتمعت بالصورة هذه تحولت الأخت من نصيبها الأصيل اللي هو النصف أو الشراكة في الثلثين إلى نصيب جديد هو التعصيب، تحل محل الذكر كما يقول بعض العلم استحالت أخا شقيقا أو أخا لأب. نعم. أما العصبة السببية هي اللي تتفضل تقرأها علينا إن شاء الله. طيب يبقى الفرق بين العصبة مع الغير والعصبة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، العصبة بالغير أن العصبة بالغير يعني لها أكثر من نوع، البنات وبنات الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. نعم. تمام. أما العصبة مع الغير فهي مختصة بالأخوات مع البنات فقط. في يعني وجه وفي تفصيل آخر في وجه واضح جدا شرحه. نعم. العصبة بالغير ذكر وأنثى. أنثى تحمل على ذكر. طيب. لكن العصبة مع الغير أنثى مع أنثى. الأخوات إن تكن بنات أنثى مع أنثى. واضح معنا كده؟ عشان كده بنرتب إيه؟ العصبة بالنفس ذكر بس. العصبة بالغير ذكر مع أنثى. بأنثى. طب والعصبة مع الغير أنثى مع أنثى. ده التدرج التاتي. جميل. جزاكم الله خير. طيب. العصبة السببية. نعم. العصبة السببية مختصرة في عتق الإنسان رقيقه. نعم. فإن مات الرقيق المحرر ولم يكن له عصبة من النسب ورثه السيد. ورثه السيد المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. تنبيه: الأنثى لا تكون عصبة بنفسها إلا المعتقة، قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: وليس في النساء طرا عصابة إلا التي منت بعتق الرقابة. نعم. نعم. العصبة السببية وهذه سيأتي لها محل آخر في باب متقدم معنا قدام إن شاء الله، اللي هو الإرث بالولاء كيف سيكون. اختصاره أن زيد من الناس كان عنده عبد أو عنده أمة، حرر هذا العبد. هذا العبد ما تحرر صار له مال، عنده مال. هذا العبد مات او هذه الامه ماتت. جئنا نوزع ماله او مالها على الورثه، فلم نجد في ورثتها
صاحب عصبة بنفسي، من العصبة بالنفس. بس عصبة بالنفس منين؟ عصبة بالنفس من السببية. إن لم يوجد للمحرر عصبة بالنفس من ذريته دخل السيد أو السيدة المعتق فحل محله، فصار عصبة بالنفس يرث منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم، ولكن إذا وجد للإنسان عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير، عندئذ لا يرث المعتق السيد أقصد. السيد المعتق في حالة واحدة، إذا وجد هذا الميت عصبة بالنفس من ذريته، عصبة بالنفس. ما فيش عصبة، في عصبة مع الغير، بالغير لا، تقدم عصبة بالنفس اللي عند السيد المعتق. نعم. يعني العصبة مع الغير وبالغير غير مقدمة على العصبة بالسببية؟ في نعم، في هذا إيه؟ في هذا الباب اللي هو باب الإرث بالولاء، وسيأتينا تفصيله إن شاء الله في بعض. نعم. طيب بس تعليق طريف كده في قراءة الأخ محمد. أخ محمد قال إيه؟ الأنثى لا تكون عصبة بنفسها إلا المعتقة. هذا واضح معنى. زي ما قال إيه؟ ليس في النساء طرن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. أنت قلت ليس في النساء إيه؟ طرن. طرن. كلمة طرى دي عندنا احنا مش سمعتها مش كويسة. طرى. انا هخليها اهل طرى بقى. الصحيح طرن. طرن اي نهائيا. تمام. خلاف ان اقول طرن. طرن يعني قطعا. لذلك كان الرس قديما يسمى طرار. طرار يعني بيقطع الجيوب. شو الجيوب. وليس طرا اي مطلقا، يعني مفيش. ليس في النساء طرا عصبة اي بنفسها. إلا التي منت بعتق الرقبة. السيدة المعتقة، هذا قديمة كما كثير جدا. أمهات المؤمنين كان عندهن عبيد فأعتقن منهن. وما قصة بريرة منكم بعيدة، في البخاري وغيره. حينما اعتقد سيدة عائشة قال لها اشترطي على أهلها أنني أن لك. هذه قصص مشهورة، وكان هذا أمر قديم جدا معروف. يعني الآن ما في عندنا رق ولا عبيد، نحمد الله أنه هذا يعني الإسلام يحض على هذا، على ان لا يكون موجود، لكن ان وجد له احكام. نعم. طيب شيخنا، ناخذ بعض التمارين حتى يعني يتضح التعصيب. الله يفتحك. هو ده محل الان بقى ايه؟ محل العمل. نعم. عاوزين نبدا في المسائل، وليا مطلب من حضرتك ومن جميع الاخوه المتابعين لنا. احنا ناخذ الامثله اللي في الكتاب، وممكن ناخذ بعض المسائل كمان ان اتسع على الوقت. انا عاوز الاخوه الطلبه في البيوت والطالبات كله يحل معايا. ما تنتظرش انا احل لوحدي، انا هحل معاك ان شاء الله، بس الاخ محمد سيملي علي، انت تسابقني بالحل علشان كنا شركاء. اتفضل يا اخ محمد. مات عن ام من؟ ام واب. اب وابن. ابن واخ شقيق. اخ شقيق. تمام تمام. المسألة دي على باب يا أخ محمد، على باب التعصيب. نعم. يعني يفترض أنها تقصد ما مر معنا في التعصيب، ولكن هي تقصد ذلك كل ما مر معنا من الفروض موجود هنا. صح. اوعى تنسى الفروض. فنبدأ بالأم. الأم تأخذ إيه؟ الأم بتأخذ الثلث أو السدس. السدس. هنا الأم تستحق بلا ريب السدس. ليه؟ لوجود الفرع الوارث. نعم. اللي هو ابن. طيب الاب ياخذ ايه؟ الاب بيرث ياخذ السدس. السدس ويرث بالتعصيب. الاثنين مش مره معنى كده وعاصب بنفسه. نديله السدس ولا التعصيب؟ لا، ياخذ السدس. ليه؟ طيب ليه ما خدش التعصيب؟ ليه؟ لوجود الفرع الوارث. لان الابن جهه مقدمه عليه. ماشي. نقول الاب ياخذ إيه؟ السدس. ماشي. طب الابن ياخذ ايه؟ التعصيب. الابن اولد رجل ذكر. ربنا يحفظك. طب هو اولد رجل ذكر والاب اخذ السدس بس. ليه؟ لان الابن نزع منه قوه ايه؟ التعصيب. احنا قلنا معنى الجهات اربعه لو تذكر. قلنا جهه البنوه، ابوه، اخوه، عمومه، مش كده برضه؟ طب انا عندي الان بنوه وابوه. البنوه. يبقى البنوه مقدمه على مين؟ على الابوه. على الابوه. ولكن هو ليه فرض؟
طب يأخذ الفرض الذي يستحقه، الله يفتح عليك، ثم بعد ذلك ما بقي فللابن. الابن حرم الأب من التعصيب وانتقل هو التعصيب إليه. طب الأخ الشقيق محجوب، محجوب بإيه؟ مش محجوب بإيه؟ بوجود الابن، بالأب بالأب والابن، والابن نعم الاثنين. يبقى عندي دي مثال عشان أنا فاهمه، ده محجوب بإيه؟ يبقى في تعصيب. طب ما هو الاخ الشيخ عاصب بنفسه منفرد، مر معنا في ال 12 بناخد التعصيب. نعم. لماذا لم ياخذ؟ انه من جهه بعيده شوي. الجهه دي البنوه مقدمه على الابوه، مقدمه على مين؟ على الاخوه. على الاخوه. واضح معايا؟ هحل المساله من كام؟ من سته. من سته. واحد واحد اربعه ولا يبقى شيء. صح عندك الكتاب كده؟ صح. ولا اخوض في حاجه؟ لا لا صح. تمام جميل جدا. المساله اللي بعدها. اللي بعد. مات عن بنت، بنت وأخت شقيقة، أخت شين، وأخ لأب، أخ لأب، لأب بس. بس تمام. طيب يا أخو برضو المتابعين جزاكم الله خيرا، البنت في الحالة دي تستحق إيه؟ البنت بثالث إما بالنصف أو ترث مع الثلث في الثلثين، أو ترث بالتعصيب مع أخيها اللي اسمه ابن. مر معنا الكلام ده ولا لأ؟ صح. دي صورها. يبقى الابن تاخذ هنا إيه؟ البنت تاخذ النصف. النصف. ليه؟ لعدم وجود المعصب والمشارك. والمشارك. الله ينور يا شيخ. نعم. الشرطين موجودين. نعم. هنا بقى هدخل أنا في مسألة جديدة بالنسبة لي. أنا عندي البنت أخت شقيقة والأخ لأب. بدهيا الاخ لاب هذا عاصم بنفسه ذكر. لكن من شروط ان يكون عاصبا بنفسه، عاصبا مع غيره، ان تكون الاخت اخت لاب. فهنا وجدت الاخت شقيقه فتحجبه. لا عايزين نقول بقى نصور اوضح. طيب عندي نوعين من التعصيب هنا في المساله دي. الاخت الشقيقه مع البنت اسمها عاصي مع الغير. الغير. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. والله معنى كده؟ صح. طيب الاخ لاب ده عصب بنفسه. ايهما اقوى؟ العصب مع الغير او العصب بنفسه؟ قبل ما نكمل حل المساله. العصب بنفسه. اقوى؟ اقوى، لكن هنا الاخت الشقيقه اقرب من الاخ. لا انا قلت المصطلح الصح. ايه؟ الاخت الشقيقه اقوى لانها دخلت في الارث من ايه؟ من طريقين يا شقيق. فاكر لما قلنا ايه؟ فبالجهه التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوه. وقلنا في العصبه مع الغير الاخت الشقيقه تستحيل اخا شقيق. تعاملها كانها ايه؟ اخا شقيق. انا اعملها كانها اخ شقيق بالضبط. فطالما انا عاملها كاخ شقيق يبقى الاخ اقوى ولا الاخ لاب؟ الاخ الشقيق. يبقى انه هي عصبه. ايه؟ عصى مع الغير. وهو صار محجوبا. نقول محجوب ايه؟ محجوب بالعصبه مع الغير. واضح كده؟ يبقى اصل المساله 2-1-1 مفيش. السؤال هيجي لنا اخر. طب عندك بس انا بحل صح ولا انا بحل غلط؟ لا صح مظبوط، بس يعني انا كنت عاوز نوضح بس الجزئيه بتاعت الاخت الشقيقه مع الاخ لاب. هنا البنت اخذت النصف لان يعني صاحبه فرض. الاخت الشقيقه بترث مع البنت بالتعصيب كما قلنا. يعني هنا الحاله دي هي الحاله الاخيره اللي احنا ذكرناها من حاله التعصيب اللي هي حصبه مع الغير. طيب لماذا حجب الاخ لاب؟ عايز نوضح الجزئيه دي عشان الله يفتح. احنا مرينا عليها بسرعه. ليه؟ لان اخذت علماء المواريث يقولوا في العصا مع الغير تستحيل الأخت الشقيقة أخا شقيقا، ويستستحيل الأخت لأب أخا لأب. كأن البنت أضافت لها شيئا من القوة فجعلتها ذكرا. تمام. جعلت ابن مسعود حل المسألة كده. ففهم منه هذا. فماشينا على ضرب مسعود الذي قال لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصارت ذكرا. إذن هي أخ شقيق. إذن هو مقدم على مين؟
على الأخلاق. لكن عصبة مع الغير هنا قدمت على عصبة بالغير أو طيب. العصبة بالنفس. عشان نوضح أكتر، لو وجدت الأخت الشقيقة مع الأخ لأب بدون وجود البنت، عندئذ المسألة هتختلف تماما. جزاك الله خير، خلينا ناخدها مكتوب. طيب. يعني احنا كده انتهينا كده المسألة. حالي ده سليم عندك على الكتاب؟ سليم. تمام. خلينا أقول لحضرتك كده اللي أنت بتقوله ده. عندي مسألة فيها أخت شقيقة بس وأخ لأب. مات الأخت الشقيقة فقط لا غير. أنا لما أقول لأي طالب الآن من اللي معانا حل معايا. مات عن أخت الشقيقة وأخ لأب، أنا أحل إزاي؟ الأخت الشقيقة لها النصف. لها النصف. بس النصف فرضاً. هنا كان تعصيباً. هنا فرضاً لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. نعم. الأربعة متوفرين. نعم. تأخذ والأخ الأب يأخذ الباقي تعصيباً أو درجة. نعم. نعم نعم. وضح معنا كده؟ وضحت. إذاً إيه اللي غير المسألة دي عن هنا؟ وجود البنت. البنت هي مقدمة في حظ النصف. فلما أخذت النصف أضيف عليها وحمل عليها الأخت الشقيقة من باب إيه؟ التعصيب. مع الغير. أو طالب علم يقول لي طب ما هي البنت أخذت النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف. أخذت النصف هذا في الأسهم. في الأسهم داخل المسألة. لكن هل أنا كتبت أمامها هنا النصف؟ لا كتبنا عين تعصيب. كتبت عين تعصيب. ميز حتى لا تقع في خطأ طالبة العلم. والحالة دي خاصة بس بوجود البنت مع الأخت الشقيقة. الأخوات إن تكن بنات، احفظوا كلمة الأخوات إن تكن بنات، الأخوات مع البنات بس. طيب تمام، جزاك الله خير. مات عن زوج. مات عن زوج. ماتت عن زوج. ماتت عن زوج. زوج وبنت ابن. بنت ابن. وابن ابن ابن. ابن ابن ابن. وأب. أب. جميل، مسألة دي كويس وعايزة شغل، تحتاج منا إلى تفكير شوي. زوج، الزوج ده في كل مسألة غريب، نديله حقه الأول. الزوج ياخد النصف ولا الربع؟ ياخد الربع عشان في بنت وابن ابن. يبقى ياخد الربع. تمام. إيه؟ لوجود الفرع، لوجود الفرع الوارث اخذ الربع. طب شيخنا انت ذكرت هنا كلمه انا يعني استوقفتني. نعم. غريب. الزوج غريب. ايوه هكذا يعد في عند علماء الفرائض دائما. الزوج والزوجه غرباء. غرباء لان ده الغالب العام ان دائما الزواج يحدث ايه، ياتي زيد من عائله كذا يتزوج فلان من عائله كذا، فهو غريب دائما. اما ان يكون ابن عمها كما ذكرت مخالتها ده، هذا باب القرب موجود. نعم. تمام. ولكن هذا يعبر عنه في الغالب. يعبر عنه في الغالب يعني. تمام. طيب عندي بنت ابن وابن ابن ابن واب. تمام. بنت الابن ثالث. بصوا انت اسمعوا معايا، اما النصف او ثالث شراكه في الثلثين، صحيح معايا، او ثالث بالتعصيب مع ابن ابن مع ابن ابن في درجتها، او ابن عمها في درجتها، او انزل منها درجه ان احتاجت اليه اليه. هو حاطط لك ده انزل درجه عشان يشوفك هتعمل ايه. ده هي بنت ابن وده ابن 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 وده انزل درجه، هتحتاجه ولا مش هتحتاجه؟ خد بالك هيعمل ايه؟ هتحتاجه ايه يا عم؟ مش محتاج حاجه يا عم خالص. ده هي زي بالفرد. لا قويه جدا. ده هي بالفرد. لا لعدم المعصب والمشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى. الثلاثه مش موجودين. الحاله دي تاخد النصف. النصف على طول. النصف. تقول لها تشارك شارك هي لا ما شعف حدش بيعرف حد ساعة الفلوس. هي صاحبة فرض هتاخد النصف. تاخد نصف. الزوج هياخد الربع بالفرض والبنت الابن هتاخد النصف بالفرض. بالفرض. طيب. انتقلنا لابن الابن. ابن 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 والاب. تمام. ابن ابن الابن ده لم يمر معنا في اصحاب الفروض، يبقى هو من اصحاب ايه؟ التعصيب. التعصيب. طب ما انا عندي اب ياخد تعصيب، ايهما يقدم في التعصيب؟ ابن الحفيد هذا يقدم الابن ده يعني في جهة البنوة. ما. وجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. يعني أخ محمد ده مش حفيد، ده ابن الحفيد. ابن 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 يقدم على الأب المباشر. نعم هكذا قلنا. لا مش هكذا قلنا، هكذا شريعة ربي. هكذا شريعة الله. هكذا شريعة. نعم. ربي. نعم. جهة البنوة مقدمة دائما أبدا طالما أنها بمحض إيه؟ الذكور. الذكورة خلاص، يبقى هو ياخد التعصيب بلا نقاش على طول. ولو طبقت دي على القاعدة قلناها سلفا
ان الاصل في تشريع المواريث ان الاموال تجري فين؟ في الانسان. الانسان يبقى هي تجري هنا، انما لو طلعت لده هتنزل تنتشر في غيره. نعم خلاص، يبقى ده اولى رجل ذكر. تمام، اولى رجل ذكر. طيب الاب ياخذ ايه؟ الاب بيرث بالاتي، اما يرث السدس او يرث بالتعصيب، او يرث السدس والتعصيب، اثنين ثلاثه معاهم. الان التعصيب راح منه، راح منه، يبقى هو مشغول ايه؟ السدس، مش تعصيب يعني. لا لا، تمام. السدس. تمام، اكتب ايه؟ السدس. طب اديله السدس ليه؟ لوجود الفرع الذكر. نعم، اللي هو ابن ده موجود. خد بالك، اما ده لو كان مش موجود فرع ذكر، كان ساعتها كان هو قال لك انا عايز التعصيب كمان، بالتعصيب. صح كده؟ طيب خلاص، لا، هياخد بالتعصيب فقط ولا هياخد بالتعصيب مع السدس؟ لا، في الحاله دي هياخد بالتعصيب بس، ما يلزمش السدس، انا عايز كله. هو بياخد السدس يامن نفسه الاول. طيب يبقى انا عندي 4 2 6 4، يبقى 4 يبقى مضاعف كام؟ 12. 12 يبقى ربع 12 3 3 نصف 12 6 6 سدس 12 2 2 يبقى كام للفرع؟ 2 و6 8 و3 11 من 12 واحد. واحد. ماشي عندك؟ مستقيم مستقيم كده؟ تمام تمام، ماشي يا شباب، احنا بنحل كده واحده واحده، وانا بخلي اخ محمد راجع ورايا، ارجو تراجعوا ورايا في الكتاب، وارجو ان تسابقوني في الحل. انا بحل بهدوء علشان نوضح، الاخ محمد يسالني علشان نوضح بعض الامور اللي تخفى علينا، فارجو انكم تسابقوا معايا في حل المسائل علشان الذهن يكون سيال في ايه؟ في الحل ان شاء الله جل وعلا. ناخد غيره يا شيخ محمد فيه؟ طيب طيب تمام. مات عن بنتين وبنت ابني وابن ابن ابن. واحد، مات عن بنتين، بنتين ادي بنت اتنين، وايه؟ وبنت ابن، بنت ابن، وابن ابن ابن، ابن ابن ابن. نعم. بس مسألة كده عندك؟ أيوة. تمام. تمام يا شيخ محمد، تحل انت ولا احل انا؟ طيب هنا الكتابة اول ابني مش واضحة، لو ندخلها جوه ده؟ سهل، نمسحه كده اهو ونكتبه احنا هنا ابن ابن ابن. واضحة كده؟ واضحة. على فكره الشباب، دي تعليمات هنا في الاستوديو، عشان احنا عاوزين كل حاجه تبقى ظاهر قدامكم. الاخ حامد بيقول لي هي مش واضحه على الشاشه، فاحنا عاوزين كل يكون واضح قدامكم علشان تبقى انتوا متابعين معانا ان شاء الله. طيب عندي بنتين، عندي بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن. انا احل الاول بنتين، اديهم يا شيخ محمد؟ بنتين، البنتين بياخدوا لما يكونوا جماعه، يدخلوا اما بالثلثين او في التعصيب، مش كده برضو؟ هنا سواء التعصيب كان بالغير او مع الغير، صح. فاكر؟ صح، بالغير او مع الغير. طب انا عندي البنات هنا لا محتاجين لا تعصيب ولا غير ولا مش غير. هم الشروط متوفره ياخدوا ايه؟ ثلثين. الله يفتح عليك. وطالما الشروط، اقول لك ايه الشروط؟ عدم الاول لوجود المشاركه اللي هي البنت الثانيه، مش كده برضه؟ وعدم وجود المعصب. وعدم المعصب، خلاص. خلوا الثلثين. تمام. طب الباقي يتصرفوا مع بعض، المهم مش علاقه، خلاص بقى الطلاق. باقي عندي بنت ابن وابن ابن ابن. بنت الابن دي هتسقط. لا، لان الثلثين قد استغرقا. هتسقط يعني انترث بالفرض يعني. يعني لو قلنا هتدخل يعني بالسدس، لا انترث بالفرض، لكن كنا نقول ترث بالسدس. لها انترث بالتعصيب. لا، انا بقول كنا نقول اولا انها ترث بالسدس مع البنت. صح. طب في عشان استكمال التلتين. طب التلتين خلص، يبقى هتسقط، فهتقف هي. الله، انا اسقط اضيع، والواد ابن اخويا ياخد، اللي هو ابن ابن ابن، هو هيرث. انا بعبر مصطلح بسيط شويه عشان الكل يكون معايا. ده هي عمته تروح عامله تقول له ايه؟ تقول له وقف مكانك بقى، خدني معاك فين؟ في التعصيب. خدني معاك في التعصيب. قول لها يا عمتي اقبل على عيني وعلى الراس، بس بشرط. ايه الشرط؟ للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. اوعي يا عمه بعد ما يدخلي معايا تقولي ده انا عمتك. انا واحد وانت واحد. لا، الشرط ما فيش خلاف. نعم. فقبلت، خلاص، تبقى اسمها ايه؟ تعصيب. هو هنسميه ايه؟ اولى رجل، رجل ذكر. ده تعصب نفسه. وهي عصبه ايه؟
مع الغير. لا، عصب بالغير. الله يفتح عليك. عصب بالغير. تمام، احسنت، بالغير. وهي نزلت درجه، لانها لو لم تقبل بالدرجه الدنيا تسقط وتخرج من المساله. يبقى هي اضطرت لهذا، وده كان الشرط معنا او من النص. ايش كان ايه؟ اي لو لم يعصبها لم ترث. فاكرين النص كده؟ خلاص، مساله تلتم مساله من ثلاثه، يعني لو لم يوجد ابن لابن لابن ابن 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 او ابن ابن او ابن لن ترث بنت الابن مع البنات. طب خليني اكمل لك المساله، بقى اديك صوره ادنى. طيب، من عندي انا. طيب كده مساله من ثلاثه، البنات ياخدوا ايه؟ اثنين. اثنين، والواحد ده ايه؟ شراكه بالاثنين. ماشي كده؟ للذكر مثل حظ الانثى. الله يطلع. انا هعدل المساله تعديل صغير. طيب بس انا همسح دي كده ودي كده اهو، همسح ده اهو، واكتب الاتي. بص اسمعوا معايا يا شباب. مات عن بنتين وبنت ابن واخ شقيق. ماشي؟ انا غيرت الصغيره، خلاف اللي عندك في الكتاب. مات عن بنتين وبنت ابن واخ شقيق. طب البنت الابن كده مش هتاخد حاجه، سقطت. لماذا؟ لاستيفاء الثلثين مع البنات. تبص تحتها اللي تحت تقول له عصبني. انا اعصبك من ايه؟ ده اخ، ده انا اخو جوزك اللي مات، اخو ابوك اللي مات. ما هو اللي مات ابوك او الذي حفدته. ده انا فقام جد اعصبك ليه؟ طب النتيجه هو لا، هناخد الباقي تعصيبا. ونقول عليه اولى رجل ذكر. طب وهي محجوبه ليه؟ لاستيفاء الصلبيات للثلثين. وما يجيش حد بقى يتلخبط ويقول دي بنت ابن، فدي جهة البنوة مقدمة على لا جهة الأخوة. لا، يعني احنا مش عايزين حد يتلخبط في الجزئية دي. لا، دي مالهاش علاقة بيها يا باشا محمد، لأن هو عصب لوحده، يا جهة لوحده. هي ما يقدرش ياخدها معاه، لأن هي لو طالت هي لخدت ماله وطلعته بره. إيه النتيجة بقى؟ هنقول المسألة من ثلاثة كما هي. دول ياخدوا اثنين البنات، وهي البنت بنت ابن محجوبة، ودي ياخدوا ايه؟ واحد. يبقى انا دلوقتي بعمل ايه يا محمد؟ اخوانا الطلاب بعمل ايه؟ انا دلوقتي بدخل كل الابواب اللي مرت معاهم في بعضها، خلاص. كله بيدخل في بعضه. والتعصيب بيشبط كل الابواب في بعضها. ولسه لما تاخد الحجب بقى، الحجب ايه؟ هيوضح الموضوع اكتر معانا، عشان تقدر تتكلم في الحجب والتعصيب تماما. تقول مسألة واضحة معاك جدا. وانا اشوف والله تعالى اعلم ان اخ محمد مع كثرة حل المسائل، انا شخصيا يعني بجد لها لذة في الحل كده. واجد ان ما قرأته وما ذكرته بستفيد منه فعلا. اسالني انا عندي دماغ بيشتغل، المخ اجيب احل. طول ما انا احل يبقى انا كده عندي علم. العلم ايه؟ بيثبت وبيركز. زي بالضبط يا اخواننا حافظ القران. حافظ القران كلما ازداد تلاوه ازداد اجاده، ازداد حفظا. حافظ القران الذي لا يراجع القران يحصل له ايه؟ انسان يتفلت منه كتفلت الابل من عقولها، كلامه صلى الله عليه وسلم. نفس المنطق المواريث، حل مسائل كتير تثبت عندك وتربطها بالضبط. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. اربط الحبال اللي بنربط بيها، حل مسائل. جميل، هات مسائل يا شيخ. هات مسائل. طيب، مات عن بنت. انت عملت تموت في الناس وانا وزع الفلوس. كل واحد يهم اشحن، مش مشكلة. كل واحد انت موت وانا اوزع الفلوس. ها؟ مات عن بنت. بنت وأخت لأب. أخت لأب. وابن أخ لأب. ابن أخ لأب. لأب وأخ لأم. أخ، تمام، لأم. جميل. ودي آخر مسألة هناخدها النهاردة إن شاء الله. تمام كده يعني؟ طب الحمد لله. طب حل معايا بقى انت يا شحن، حل معايا. بنت، لو انت عندك المساله دي وربنا حكمك في الجماعه دول، الله المستعان، تدي البنت ايه؟ النصف. النصف، تمام. اديها النصف يا شيخ محمد لعدم وجود. لا يا شباب، انا من الشباب الاول، لازم نكتب الايه؟ الشروط. ما زلنا نكتبه. هتستمر تكتب معايا دايما ابدا الى درس ما. في الدرس اقول لك بطل بقى ايه؟ تكتب خلاص، بلاش شروط الاستحقاق، انت حفظت خلاص. يبقى البنت تاخد النصف ايه؟ لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك. والمشارك، احسنت يا شيخ محمد ما شاء الله عليك. طب الاخت لاب، وابن الاخ لاب،
والأخ لأم، جميل جدا. الأخت لأب دي بترث إما بالنصف منفردة أو تشارك في الثلثين إن كان عندنا أخوات لأب، أو تدخل في التعصيب بالغير مع أخيها أخ الأب، أو تدخل في التعصيب مع الغير. الله يفهم، مع الغير في الأخوات اللي بتاكل بنات. إيه موقف الأخت لأب دلوقتي عندي؟ ترث بالفرض ما ينفعش، إن في بنت خلاص راح. ترث مع أخوات لأب ما فيش. طب ترث بنعصب أخ الأب ما عنديش، إذا ما لهاش غير العصبة إيه؟ مع البنت. بكتب عصبة مع كلمة مع مهم، مع الغير. وأذكر والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طب ابن الأخ لأب ده عصبة بنفسه. بس إيه اللي حصل؟ إن العصبة مع الغيب مع الغير سبقته فأخذت من التعصيب أو محجوب. ليه بقى؟ عشان الأخت لأب أعلى من الأخ، من ابن الأخ لأب. هي أعلى زائد أنها استحالت أخا لأب. احفظ كده، استحالة بنعملها كده. استحالة أخا لأب، والأخ لأب أعلى درجة من ابن الأخ لأب. الله يفتح عليك، تمام كده؟ يبقى نقول الأخ محجوب بإيه؟ بالعصبة مع الغير. تمام. طيب ماشي حمد. الأخ لأم لا يرث، انت الاخ الام طبعا لا يرث الا بالفرض، وهنا هو لا يرث الا بالسدس اذا انفرد او في الثلث اذا اجتمع. نعم، معنى كده؟ صح. طب هو انفرد وفي الحالتين بالفرض يعني. ايوه. طب ما فيش تعصيب مطلقا له. طيب هو الان منفرد يبقى ياخذ السدس. نجرب كده نقول السدس. طيب بياخذ السدس ليه؟ ولا للانفراد، ادي واحد. الثاني لعدم الاصل، صح. الثالث لعدم الفرع. لا، وجد الفرع. الله يفتح عليك البنت. الله يفتح عليك. يبقى اذا ده غلط. امال الاخ ياخد ايه؟ محجوب. ياخد على دماغه. ياخد مين؟ محجوب. ونكتب ايه؟ لوجود الفرع الوارث. الفرع اللي هو مين؟ البنت. تقول ده فرع انثى، احنا قلنا اي فرع وارث يحجب الاخ لام، يحجب ابناء الام. ده الوارث ضعيف جدا، يحجب. خلاص ايه محجوب؟ يبقى اصل المساله عند نصف وتعصيب مساله من اثنين واحد، ويبقى الاخت الاب واحد. هذا محجوب، هذا محجوب. صح عندك مساله كده؟ صح. كويس كده؟ تمام. الله يفتح شفاك. اتفضل يا شيخ. ان شاء الله باذن الله عز وجل، ان شاء الله في الدرس القادم هنكمل المسائل ونحاول ان احنا نستوعب ونفهم اكتر التعصيب مع اصحاب الفروض باذن الله عز وجل. فتابعونا ان شاء الله في الدرس القادم، هيبقى درس مهم وفي مسائل كثيره جدا هتوضح كل اللي قلناه. في نهاية هذا اللقاء وهذا الدرس المبارك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما وعملا. فضيلة الشيخ، يعني أنا في نهاية كل درس أنا بكون فعلا سعيد جدا بالمادة اللي احنا كلنا بنستفيد منها، وأنا أول واحد. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا الدرس أترككم في رعاية الله وأمنه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في شيخنا الكريم فضيلة الشيخ علاء عامر. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.